ربما اعتاد اللبنانيون على السجالات والمشادات الكلامية بين الأفرقاء السياسيين في البرامج الحوارية، ولكن هذه المرة كان السجال بين الضيف السياسي والمضيف المحاور ليغادر الضيف مستاء. اتركوا رح اتوقف مع بريك اعلاني، شيل الكرسي خلص، رح يفوت شيل الكرسي لانه اصلا ما حدا كان متامل انه نرجع نستقبله للاستاذ امير رحمي. ففي وقت كان من المفترض ان يحل النائب امير رحمي ضيفا على الاعلامي مارسيل غانم ضمن برنامج كلام الناس، فوجئ المشاهدون بان رحمي لم يعد موجودا في استوديو ليطل غانم ويوجه انتقادات لاذعه لسلوك نائب الامه. بدي اعتذر المشاهدين لانه الاستاذ امير رحمي يبدو ما حب ينطر. أسل هذا ما تفوى به النائب المفوه شأس صغيره مما تفضل به حضرة النائب الذي يمثل الناس، يعني وهو الذي كان يريد قبل ان يطلع على الهواء ان يدرج اسمه في الاعلان الترويجي قبل اسم محمد كبارة، هذا لانه اتى وكان الاول في الانتخابات باصوات غيره الاستاذ امير، طبعا مش باصواته لانه المسيحيين بطلوا موجودين فوق. على كل حال يعني بعتقد هو اللي خسر، نحن ما كثير خسرنا ولا الجمهور كثير خسر ظهوره على البرنامج. اذا هذا ما رواه غانم لجمهوره، فماذا سيقول النائب امير رحمي عن كواليس ما حصل في تلك الحلقه؟ على كل حال نحن بنسامحه للاستاذ امير، والكلمات اللي قالهم ما بيليقوا بموقع النائب.